حبيبي فيك تأخرت. أنا موجود. أنت وين؟ كنت طالعة مع رفيجاتي قلت لك. إيمان، أنت ما كنتي مع رفيجاتك. شنو يعني أنت تشك فيني؟ لا تكذبين علي، فهموا علي؟ أنت شو قاعد تصرخ علي؟ خلصيني! أنت عندك شهادات هنا، شو قاعد تسوين؟ أنت شنو قاعد تحقق معي ولا شنو؟ إيمان، لما سألت سؤال جاوبي على قد السؤال، فاهمة ولا مو فاهمة؟ لا ماني مجاوبة عليك، لأنك قاعد تسوي تحقيق معي، بعدين أنت مو كنت تقولي أحبك وأحبك عشان الحب اللي أنت تشك فيني.